حسيتي بفرق لما جيتي مصر وشفتي الوسط الفني وازاي بيتعامل مع الفنانين؟ حسيتي بفرق بين مصر وليبيا؟ شوف، هو طبعا حتى في ليبيا اكيد يعني نحتفلوا بالمبدعين بشكل كبير، وكانت عندنا مهرجان. الليبي شعب ذواق ومتذوق لكل الفنون، يعني عارف يعني ما فيش، بتحس هنا طبعا في القاهره هي هوليود الشرق، هنا اللي تصنع البهجه اكثر والفرح اكثر والاعمال، لان احنا في هوليود الشرق فعلا، يعني زي برنامج كذا. فشوف يعني احنا ابتدينا من بلادنا، لكن هي ظروف ممكن اللي حصلت الحروب او الثورات اللي دمر الانسان بالدرجه الاولى، قد يكون افتقدنا هذه الاشياء في ليبيا. ولكن الحقيقه في ليبيا ايضا كنا نسعد، وكنا نعمل في مهرجانات مسرح وسينما، وكل النجوم من الوطن العربي كانوا مشرفينا. لكن ان شاء الله التفاؤل موجود، وان شاء الله ليبيا ترجع، وان شاء الله العراق يرجع، وكل الوطني، كل الوطن العربي يرجع بأمن وأمان، وهذه أهم شيء طبعا. إن شاء الله بإذن الله. منذ خطواتك الأولى في مصر الحقيقة كل عمل لازم بتتكرمي عليه. بدأت بمسرحية حكاية طرابلسية، مش كده؟ طبعا بديت بحكاية طرابلسية، ثم كانت وجه الخير، بعدها بفيلم سوبر جوجل، بعدها دخلت الإذاعة المصرية، بعدها اشتغلت في الحدث حدث في بلاد السعادة، مسرحية طبعاً الجميلة، مسرحية من إنتاج وزارة الثقافة اللي الحمد لله ربي وفقنا فيها، وقعدنا حوالي أكثر من 7 شهور وإحنا نعرضوا فيها 75 عرض، وإن شاء الله بعد رمضان حنرجعوا. يعني هذه الأعمال يعني متواصلة. وأيضاً فيلم زهرة البنفسج لوائل الرومي وعبد الله الزروق، الفيلم القصير من إنتاجي. فالحمد لله يعني خطوة بخطوة، يعني الحمد لله أنا راضي على كل خطوات مهما كانت بسيطة، لكن هي مهمة جدا في كل حدث. يعني طموحك إيه؟ عايزة تعملي إيه في مصر إن شاء الله؟ أنا عايزة أعمل حاجات كتير بصراحة، ويعني الآن تحس ليبيا الحمد لله لحد ما الأوضاع فيه أحسن وتحسن. إحنا الآن في رمضان جايين نصوروا في مسلسل ليبي الآن في القاهرة، يعني الفريق وصل، لازم تشوفوا طبعا إكسكلوسيف بقى القناة. والله العظيم لازم أجي طبعا، أول مرة حقيقة، عشان لسه المخرج وصل والمساعدين، وإن شاء الله مسلسل ليبي كامل، كل الأبطال والكاست. بالظبط. لا طبعا في الكاست الفني مصري يعني، ولكن طبعا ممثلين كلهم، عدا في استثناء شخصية ولا اثنين حتكون ان شاء الله مصرية. فهذه الخطوة جميلة جدا في هالوقت الصعب، وفي مصر تحديدا. يعني انا طبعا انا كنت من حوالي شهر ونص كنت بتونس، صورت ايضا مسلسل ليبي تونسي، وعملنا برنامج لاول مرة في ليبيا اسمه ليبيا ستار، هذا برنامج للمواهب، كنت عضو لجنة التحكيم، يعني اخترنا المرحلة الأولى والثانية، وبعد العيد مباشرة إن شاء الله حيكون البرنامج البث المباشر من تركيا. فهذا برنامج مهم، وعودة للشباب وللناس إنها ترجع للحياة الطبيعية، والفن والإبداع هو أجمل الأشياء اللي يقدر الإنسان يغير به وينسى أشياء كثيرة. والعراق الحبيب كنت في زيارة من قريب برضو، مش كده؟ فين؟ العراق. أيوة طبعا كنت في مهرجان عيون ببغداد، وبعدين مشيت للجنة التحكيم في مهرجان السينما للفيلم القصير، كنت عضو في لجنة التحكيم في مدينة رائعة بعد بغداد بحوالي ساعة إلا ربع، اسمها مدينة ديالي، وكان هذا يعني مهرجان شبابي، وكان يعني أيام فعلا جميلة. يعني فعلا أنا بعشق العراق على فكرة، يعني بجديات، يعني نحس في ألفة، ونحس في العادات والتقاليد قريبة جدا يعني من الليبيين. ما شاء الله ليكي شعبية في العراق دلوقتي جامدة جدا بعد ما كل لقاء، يعني الحقيقة شعبيتك بتنساش. يعني على فكرة والله يا محمد أقسم بالله كم حد في العراق يقول أنا شفتك في الشرقية، أنا شفتك في هوليود الشرق، قسما بالله. فأنا عشان كده بقول لك أنت وشك حلو علي، يعني النجمة. أنت أول واحد من يوصلني للعراق بشكل على القنوات. يعني عايز أقول لك حتى النجمة إلهام شاهين حاليا في العراق في مهرجان بابل، والحقيقة يعني بعد كل لقاء بعمله معها بيبقى رد الفعل في العراق وفي كل الدول العربية الحقيقة، مش بس في العراق، بيبقى رائع جدا يعني معها. عشان أنت برنامجك الحمد لله، شوف أنت كمان كم مرة تكرمت عليه وأخذت عليه جوائز، وهذا مجهود أكيد رائع، وأنت تستاهل كل خير وتستاهل النجاح. وتحية لكل الفريق اللي معاك طبعا، إن شاء الله الشرقية تكون معنا في ليبيا يا رب يا سيدي. إن شاء الله بنتمنى ده في أقرب فرصة إن شاء الله، وفي أي مكان بتتواجدي فيه نحب دايما نكون موجودين معاكي. بقولك مليون مبروك مرة تانية على التكريم، ودايما كده متألقة.
أنا شاكرتك جدا، وإن شاء الله حتكون معانا في المسلسل الليبي حتى تشوف الكواليس وتشوف اللهجة الليبية وتشوف أجواء ليبية. شرفني طبعا. إن شاء الله كل سنة وأنت طيب. ميرسي يا محمد.